نعم شيخ. رجل باع سلعة لرجل غني بسعر، ثم جاء آخر فباع فقير فرعاه في السعر، فعلم الغني فجاء يعاتبه، فما حكم هذا البيع؟ إذا باع الإنسان سلعة على شخص بثمن ثم باعها على شخص آخر بثمن أقل محاباة ومراعاة له، إما لقرابة أو صداقة أو فقر أو غير ذلك، فليس للأول حق في مطالبة البائع بتخفيض الثمن الذي جرى عليه العقد، إلا إذا كان قد زاد عليه زيادة لا يتسامح في مثلها عن السوق. مثلا باع عليه بمئة وهي في السوق بخمسين، هنا له الحق في مطالبته بتنزيل الثمن إلى ما تساوي في السوق. أما لو كانت قيمته في السوق مئة فباع عليه بمئة ثم جاء رجل آخر فقير أو صديق أو قريب فباعها عليه بخمسين، فليس للمشتري أن يطالبه لأنه لم يقبل ولم يغره، بل باع عليه بثمن يبيع به الناس. نعم.